خادم رحمة الباري وقدرته وعظم أسرار علي والمعاجز والعجائب إلنا يظهرها علي ساعة الشدة أنصحك لا تنادي إلا علي ساعة الشدة أنصحك لا تنادي إلا علي هاي سنة أحمدي بها يتميز علي بالعسر 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 هادينا يا ما ويا ما يندب بس علي بالحرب بين الكتايب ما يشوف إلا علي بالحرب بين الكتايب ما يشوف يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي بعد بعد يا علي يا علي ويا علي خادم رحمة الباري وقدر وعظم أسرار علي والمعاجز والعجائب إلنا يظهرها علي ساعة الشدة أنصحك لا تنادي إلا علي ساعة الشدة أنصحك لا تنادي إلا علي هاي سنة أحمدي بها يتميز علي بالعسر بالعسر هادينا ياما ويا ما يندب بس علي بالحرب بين الكتايب ما يشوف إلا علي بالحرب بين الكتايب ما يشوف يا علي 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 يا خادم الزهراء الموفق زيد علي العبندي علام وياسر علام وياسر غامض وعالكل علي تخشع جبال الرواسي والسما الكلمة علي تخشع جبال الرواس والسما الكلمة علي أحلى كلمة على الشفاء أحلى كلمة على الشفاء وأغلى الكلمة علي أحلى كلمة على الشفاء وأغلى الكلمة علي ميز بين الأسام كلها وتصدر علي قال أبو الأحرار أعني قال أبو الأحرار أعني شبل أبو الحملة علي لو ألف مولود لي بس أسميهم علي لو ألف مولود لي إيه الحسين يقول تراها إيه لو ألف مولود لي بس أسمي يا علي 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 تخشع جبال الرواس والسما الكلمة علي أحلى كلمة على الشفاء أغلى الكلمة علي ميز بين الأسام كلها وتصدر علي قال أبو الأحرار أعني قال أبو الأحرار أعني شبل أبو الحملة علي لو ألف مولود لي بس أسميهم علي لو ألف مولود لي بس أسميهم يا علي يا علي يا علي وين صوتك يا علي الزهراء الموفق زيد علي العبندي علام وياسر غامض وعلى الكل علي
تخشع جبال الرواس والسما الكلمة علي أحلى كلمة على الشفاء أغلى الكلمة علي ميز بين الأسان كلها وتصدر علي قال أبو الأحرار أعلي جبل أبو الحملة علي لو ألف مولود لي بس أسميهم علي لو ألف مولود لي بس أسم يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي وين صوتك يا علي يا علي كل من بساعة ما مات كل من بساعة ما مات لازم يحضر علي كل من بساعة ما مات لازم يحضر علي هاي يا ناس الكرام نلعلي خصها العلي دون شك يوم المني دون شك يوم المني كل بشر يحضر علي كل بشر يحضر علي كان مؤمن ولا كافر لازم يشاهد علي لازم يشاهد إيه لازم يشاهد إيه كافر يحس بالندم كافر يحس بالندم يخسر الجنة وعلي مؤمن يشع نور وجه يفرح بشوفة علي يفرح إيه يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي كل من بساعة ماما لازم يحضر علي هاي يا ناس الكرام من العلي خصها العلي دون شك يوم المني كل يبشر بعلي دون شك يوم المني كل بشر يحضر علي الكل بشر يحضر علي كان مؤمن ولا كافر لازم يشاهد علي لازم بعد بعد لازم الكافر يحس بالندى يخسر الجنة وعلي يخسر الجنة وعلي مؤمن يشع نور وجه يفرح بشوفة علي يفرح يا علي يا علي أول آيات علي يوم عاشر من محرم لا تظن غايب علي لا تظن غايب علي كل شخص ساعة مماته ينوجد يم علي كل شخص ساعة مماته ينوجد يم علي حتما بمصرع بنينا حاضر بنفسه علي حاضر اي من وقع جسام دام شال للخيمة علي من وقع جسام دام شال للخيمة علي من المهر من طاح الأكبر ضمه بصدره علي ضمه يا علي 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 الأكبر نشوفه خادم 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 الزهراء الموفق زيد علي العبندي هذا قرآن المعاد أول آيات علي يوم عاشر من محر لا تظن غايب علي لا تظن غايب علي كل شخص ساعة مماته ينوجد يم علي حتما بمصرع بنين حاضر بنفسه علي حاضر بنفسه علي من وقع
قاع جسام دام شال للخيمة علي شال للخيمة علي من المهر من طاح الأكبر ضمه بصدر علي ضمه يا علي ويا علي ويا علي معالي الأكبر نشوف يا معالي الأكبر نشوف يندب وينعى علي ساعد حسين بمصاب يسبح المدمع علي دم علي الأكبر تحن خضب الشيب علي خضب الشيب علي خضب الشيب علي بطلعة روحة فتح عين لن شاهد علي صد أبو اليمة ويراق لن علي حضن علي لن علي حضن إيه لن علي حضن علي احتار ما يدري يواسي علي لو يندب علي احتار ما يدري يواسي علي لو يا علي يا علي يا علي, يا علي, يا علي